الكيروبراكتيك هو ايه؟ طقطقه المفاصل، بس علم اعرف المفصله واتجاه الحركه بتاعتها. مفيش حد ما بيقولش ظهري بيوجعني. اللي عمود الفقر النهارده ما عادش زي زمان لان قوته بقت اضعف. مشاكل العمود الفقري اعراضها غامضه، العصب مش هيديني فرصه ان تفضل فقره تنزلق والغضروف يتاكل وهو يفضل عايش معاك. دكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كليه الطب جامعه القاهره، عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. ثلاث حقائق عن الانزلاق الغضروفي اتغيرت مع الوقت. أولها الاعتقاد إن معظم المصابين بالانزلاق الغضروفي من كبار السن، والحقيقة إنه بسبب نمط الحياة الوضع اتغير وبقت الإصابة بأمراض العمود الفقري ما بتفرقش بين سن كبير وسن صغير. مش بس كده، الإحصائيات بتقول إنه متوسط الأعمار المصابة بأمراض العمود الفقري من سن 30 إلى 50 سنة. الاعتقاد التاني إن مشاكل الظهر معظمها للبدناء، والواقع إنه حتى اللي بيعانوا من النحافة معرضين للإصابة بأمراض العمود الفقري، لأن أسباب الإصابة متعددة والوزن مش هو العامل الرئيسي في الإصابة. الاعتقاد التالت إن كل الإجراءات الطبية لمعالجة العمود الفقري مؤلمة ومخيفة، والحقيقة إن التقدم الطبي والعلمي وكمان التقني سهل كتير جداً علاج كل مشاكل العمود الفقري، وخلى كل المخاوف من الألم في علاجها جزء من الماضي. أهلاً بكم. أنا شايف إنه واحدة من أهم مسؤوليات ثقافية للناس الحلوة الدكتور هي في البرانش ده، برانش المخ والأعصاب، برانش الانزلاق الغضروفي، برانش نيوروسيرجي. البرانش ده او الفرع الطبي ده فرع في منتهى الاهميه، لانه متعلق بحياه البني ادم بشكل مباشر. انسان ممكن يموت بسبب خطا او بسبب تهور او بسبب حركه مش مظبوطه، كمان للاسف ممكن يتشل ديسابيليتي. احنا ما بنتكلمش هنا عن حاجه مثلا بسيطه، ده حياته كلها بتنقلب 180 درجه للأسوأ جدا، حياته تتوقف. احنا بنقول واكيد شفنا كريستوفر فالس او كان بيعمل دور سوبرمان اصيب اصابه قعدته، كان راكب حصان، الحصان وقع بيه من فوق الحاجز، توقف عن الحياه خلاص، توفى الله يرحمه. كان راجل محترم جدا جدا، حتى الاصابه دي غيرت من منظوره للحياه، خلته اقرب لربنا بشكل كبير. بس طبعا نسأل الله عفوه والعافيه، كنا نتمنى ان هو يقترب بس وهو على صحته، لكن لكل أجل كتاب. خلي بالكو إنه الإنسان البشري ضعيف جدا، والتهور في منطقة المخ والأعصاب تهور يعقبها ندم شديد. تهور في إيه؟ تهور إن أنا أطنش، ده تهور. أخد تلامادول وما أروحش أكشف في الميعاد المحدد، ده تهور. إن أنا أروح لحد بتاع عصاية وبتاع حلق، شوف هذا كفاية الفيديو ده. كارثة يا إخوانا، كارثة الإهمال بتاعكم، والله بتهملوا نفسكم جدا، بتروحوا متأخرين للعلاجات الصحيحة والتمن بيكون غالي جدا، أو نعمل الحركة دي. الإهمال الأخير بقى نروح متأخر، أروح متأخر أو أروح لحد مش متخصص قوي، يعني برضو ما في ناس مش متخصصة قوي، يعني دكتور وكل حاجة بس مش متخصص في المنطقة دي. دي مرحلة تانية، دي محتاجة ثقافة اسمها ثقافة الاختيار، دي حاجة عايزة بقى دقة شوية. النهاردة حوار مهم وممتد على مدار حلقتين دي والحلقه اللي جايه، لازم تتفرجوا عليهم الاثنين مع بعض، تتفرجوا ورا بعض، لانه الاثنين مرتبطين ببعض جدا، اكيد مع ضيفي العزيز اللي بنفتخر بوجوده معانا، واحد من قمم جراحات المخ والاعصاب في مصر والوطن العربي، وواحد من المؤسسين للثقافه الطبيه للمخ والاعصاب في مصر والوطن العربي ايضا، وواحد من الجراحين اللي احنا بنفتخر جدا بان احنا بنعمل معهم هذه اللقاءات المثمره، استاذنا وضيفنا العزيز الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي. اهلا بيك يا دكتور محمد بيه. انا اتخضيت يا عيني من المنظر، صح؟ لا انت بتشوفه على طول. بتشوفه؟ هو ده مات ولا اغمى عليه؟ شوف، لا طبعا، اصل ده بيموت. بيموت، انت عارف حركه بلانتو اكسيال سبلكسيشن، المنطقه دي هي بتضغط، ما دي اللي شده دي اللي حضرتك قلت عليها، دي بيسموها المشنقه. تعرف المشنقه دي لما بيجي يعملوا حركه اعدام بيركب دي عشان ويتشد لتحت او يقع بتقل جسمه يكسر
عظمة اللي هي بتاعت الفقرة الثانية ترشق في الحبل الشوكي في المنطقة دي، والمنطقة بتاعت أسفل جذع المخ اللي هي بتاعت منطقة المدلة الريسبيراتوري سنتر دي، هنا بقى مركز التنفس ومركز القلب. يحصل كارديك أريست، يقف القلب والتنفس يقف. في ناس ممكن ما يموتوش بس يطلع عندهم بقى شلل رباعي. ودول الاغلبيه بقى اللي احنا بنشوفهم. انا شفنا التشنج اللي حصل ده موت. ده كونفولجنز. هو عشان شد بزياده شويه. واخد بال حضرتك؟ والله ولا شد شويه شويه، هو شد وشد متوسط. شد عادي. اصل هقول لحضرتك حاجه دكتور، بس حته خطيره جدا الحركه هي جدا. بس انت دلوقتي لما احنا بنتكلم دلوقتي، احنا بنتكلم قدام ناس كتير جدا. هنقسم الناس لنوعين، في نوع يؤمن بالطب وفي نوع لن يؤمن بالطب. لن يؤمن بالطب خلاص، لن خلاص بقى ما تجيش تقول دكتور وعلم وابحاث ودراسات وكلام من لا، هو مؤمن ان كل الطب وحش وكل الدكاتره يعني لهم اهداف تانية من موضوع العلاج بتاعك، وبرغم انك انت اللي رايح للدكتور، لا لكن الدكتور برضو هو عينه على جيبك مش على انه يساعدك. دي الفكر. فالجزئيه الناس دول عمرهم ما هيؤمنوا بكلام من ده، لكن هيؤمن بايه بقى؟ هيؤمن بابو خشبه وبعصايه واللي هيكوا بالنار، وهوري لك مناظر دلوقتي. وابو مشنقه اسمع من ده كتير جدا، ده في اللي بيجيب الزرجينه اللي هي بتاعت العربيات دي ويعلقه من رجله ويشد، ويعلقه من رقبته ويشد، العن من كده بكتير جدا. وفي اللي بيجي بشاكوش واجنه ويدب ويخبط، وحضرتك شفت كلام من ده قبل كده. ده كلام حقيقي جدا. وفي بقى اللي بيبتكر بقى واللي هو ايه، اللي شايف نفسه ان هو شيك شوي. طبيب الغلابه بقى شيك شوي. اللي هو بيقول لك بص ابعد عن الطب وخليك بقى في الاعشاب، والحاجات دي جميله جدا والاعشاب جميله جدا. لا ده انت جيب معلقتين كركم من اللي بتحط بتاع البهارات والتوابل من الاكلات الخليجي واخد بالك، واشربهم على الريق مع شويه ماء ان شاء الله الغضروف يخف. واحد تاني يقول لك لا ده انت عارف كل حاجه فيها بذره من جوه شبه الغضروف كده كلها، ها الغضروف يخف كلام طبعا. وتسمع بقى اخويل وهذا كلام كتير جدا واخد بالك، وانا رحت مش عارف مين واداني ايه وخلطت ايه مع العسل ايه وشربته. هو حد قال ان العسل وحش؟ بس ايه دخل العسل بعلاج الانزلاق الغضروفي؟ ما بنتكلمش. احنا قلنا قبل كده في اللغه العربيه فيه شفاء للناس، فيه شفاء من امراض معينه. جميل من جدا. أمراض شفاء من غير الف ولام، معناها ان انا في نقاط معينه في الشفاء. الكارثه بقى دكتور ايمن، انا بقول لك احنا بنتكلم من خاطب نصين من الناس، ناس لن تؤمن بطب وفي ناس مؤمنين بالطب. تمام. الناس اللي تؤمن بالطب بقى ويجي في الاخر يقول لك ايه، بس خد حقنتين من فيتامينات بتاعه الاعصاب مع حبيتين من بتاع فيتامينات الاعصاب مع المسكن كذا، وتلاقيهم عاملين جروبات لبعض كده وبيوصفوا لبعض الادويه ويسبوا في الدكاتره ويسب في الدواء ويسب اصل ده بيعمل وخان. فندم انا ليا حد يعني اعرفه وانا قاعد معاها في مكان كده، وكل ما حد يشتكي من حاجه توصف، ومش دكتوره. ايوه مش دكتوره خالص، ده في من ده كتير جدا. لا ده في بقى الاشطر بقى منهم يعني اذكى اخواته فيهم، يقول لك بص اوعى الدكتور فلان، دكتور فلان ده ما بيفهمش حاجه، ويقوم قايل كلمه كده من اربع حروف ده ما بيفهمش حاجه قبل كلمه ما بيفهمش حاجه. للاسف الشديد الكلام ده النماذج دي موجوده وفي ناس كتيره جدا بتؤيد هذا الراي. فاحنا هنخاطب الناس اللي هم بيكلموا اللي فاهمين وعارفين الطب. بس الناس اللي فاهمين الطب دول برضو يعني نكون رفقاء بيهم شوية. بمعنى ايه؟ في منهم هو عايز يحل مشكلته بس لا تقول له دواء ولا تقول له عملية، هو مصدقك ان في غضروف وضغط على العصب وممكن يعمل مشاكل وممكن يعمل شلل وممكن يعمل تسيب في البول وممكن يعمل ألم ما بينيمشي، ممكن يعمل كل الكلام ده كله، بس هو لا تكتب دواء اصل خلي بالك ده انا كبدي تعبان، ده انا عندي السكر، ده انا عندي الضغط، ده انا المعده بتاعتي تعبانه، ده انا كنت باخد علاج جرثومه المعده، ده انا عندي قولون ملتهب، ده انا عندي قرح في المعده. هو حط لك كميه عوائق قد كده، طب ادي العلاج قفلناه. طيب يبقى في تدخل ممكن حتى لو بسيط او محدود او جراحات من البسيطه. لا اصل عمليات بيقولوا عليها مش كويس وانا خايف من التخدير فبالتالي الفصيل الكبير قدامك ده بيخلي في بلوك كبير جدا يمنعه ان هو يروح للدكتور في الوقت المناسب. طيب لما يجي للدكتور هو كل واحد عنده غضروف في ظهره هنعمل له عمليه؟ لا طبعا، احنا بنقول 80 الى 90% من الانزلاق الغضروفي بيعالج دوائيا مع شويه مساعده بعلاج طبيعي او يلبس حزام او خس ونزل وزنك هيخف ان شاء الله في خلال 6 شهور لسنه بيكون خف تمام. 80% الى 85%
يعني اللي فاضل بقى 15% من اللي داخلين لي ممكن يكونوا وصلوا وعدوا المرحله بتاعه العلاج ودخلوا في مرحله علاجيه اخرى تسمى العمليات الجراحيه. ومش كل واحد من دول لازم تبقى عمليه كبيره، هو على حسب بقى حضرتك احنا جايين امتى وفي انهي مرحله. في واحد بيجي لي اصل بقى له شهرين 3 4 5 6 ظهري بيوجعني والوجع ماسك ظهري وحزمني ونزل على الفخذ ونزل على الرجل وفي تنميل وفي خدلان وفي تعب ومشط رجليا تقيل ورجليا بتخبط في الارض او بتكعبل في السلمه او البول بيسبقني لما اجي ادخل الحمام او بصحى الصبح مش عارفه اتقلب من على السرير او اول نزله. خلي بالك كل دي شكاوي تدل على انا عندي مشكله في العمود الفقري تؤثر على الرجل. تسمع الست الفاضله وهي بتتكلم تقول لك انا اوامان الصبح ده عذاب، وهي لازم تصحى بدري علشان البيت وعشان الاولاد وعشان رايح المدارس ولو بتنزل عملها او شغلها او بتاع، رحله من العذاب المبكر جدا. بتبدا يومها بالالم وتيجي تنام بقى عيني بتكون بعد يوم طويل من الشغل والمجهود خلاص خلصت ما عادش فيها حاجه. طيب الناس دول بقى بنتكلم معاهم في ايه؟ اللي ينفع بالعلاجه ده احنا بنعالج وبندي العلاجات وهياخد وقت وهنخف ونبقى كويسين جدا. طيب اللي ما ينفعش بالعلاج ما انت لازم توجد له حل. واخد بال حضرتك؟ الحل عندنا ممكن يبقى عملي. بص دي اشعه بتاعت العمود الفقري فقرات قطنيه. الفقرات ربنا خلقها مرصوصه فوق بعض. تعال بص الاشعه دي هتلاقي اخر فقرتين من تحت هتلاقي اللي في النص الاسود ده اسمه الغضروف اتاكل والفقره سايبه واتخلعت من اللي تحتها. ده ما عادش غضروف، ده بقى اسمه انزلاق فقاري، وده من الدرجه الاولى وداخل على الدرجه الثانيه. الدرجه بتاعت الانزلاق الفقاري هي اكتر من الانزلاق الغضروفي. والغضروف يعني ايه؟ شوف الاشعه اللي بعدها يعني على طول كده. الانزلاق الغضروفي هو ان الغضروف اللي ما بين الفقرات بيخرج ويضغط على العصب اللي وراه. هنا بقى لما نيجي نبص على عمود الفقري هنا المفروض الفقرات القطنيه عندنا خمس فقرات. الخمس غضاريف اللي موجودين عندنا في القطنيه كلهم تاكلوا والفقرات كلها بقت سايبه من بعضها. يعني انا هنا ما عنديش بس غضروف، لان خلي بالك الناس عندها الم في الظهر يبقى اسمه غضروف. لا، في حاجه اسمها انزلاق فقاري او الفقرات بقت سايبه او الفقرات بتتحرك، ده اسمه انزلاق فقاري. ده انزلاق فقاري متعدد، يعني انا ممكن يبقى عندي فقرتين هم اللي سايبين وعندي اكتر من كده. هنا الفقرات لما ثابت وقعدت فتره طويله هتلاقي في خط ابيض بالطول كده في ظهر الفقرات كده، ده بنسميه المسار بتاع العصب، القناه العصبيه. هتلاقي لو في الصوره اللي على اليمين القناه العصبيه لما تمشي معاها من فوق تلاقيها واسعه واسعه واسعه، في النص بقت في حاجه سوداء قفلتها وفي حاجه ثانيه قفلتها لتحت. تمام؟ ده الغضروف خرج وتآكل وضغط على القناه العصبيه. مش كده وبس، العظم نفسه بتاع الفقرات نفسه هتلاقيه اسود وبقى عامل زي الكره السوداء كده. الفقره لما الغضروف خرج وبقت سايبه الفقره بتتحرك على الفقره الثانيه، فيبدا يحصل نوع من التآكل في العظم نفسه. دي مرحله متقدمه. زحزح. ده احنا تزحزح وتآكل في جسم الفقره. برضو العرض عندنا واحد، هو عندي الام في الظهر وبيسمع في رجلي وبينزل على الفخذ وبيمسك الهانش كده وبينزل على تحت. ممكن يقول لك انا حاسس النص التحتاني مفصول عن النص الفوقاني تماما. المنظر اهو الفقرات تاكلت. طبعا الدنيا ما بتبداش كده. طيب ده كان غضروف تحت اهو، اتساب الغضروف، الفقره اتحركت، سابت الفقره، بدا شايف الكوره السوداء اللي تحت في الفقره جميل. اتاكلت الفقره خالص. ما هنا بقى العظم بقى متاكل، الفقره بقت متاكله، الغضروف متاكل، تلاشت، في عدم ثبات في العمود الفقري. يبقى دي درجه اعلى من درجات الغضروف. ما عشان انا عايز اوضح بس واوصل صوره للناس انك ممكن تيجي بنفس الشكوى او تبقى قاعد في العياده جنبك خمسه بيشتكوا من وجع في ظهر بينزل في رجلي. بس كل واحد له طريقه مختلفه عن الاخر في الحلول. لما نيجي بقى هنا بنتكلم، هل ده غضروف واحد فقط او غضروف متعدد؟ هل الغضروف معاه عدم ثبات في الفقرات ولا الفقرات ثابته؟ هل الغضاريف دي اتعملت ضيق كمان في القناه العصبيه ولا القناه العصبيه واسعه؟ هل الغضروف ده ضاغط على مخرج العصب ولا لا؟ عوامل كتيره جدا تحدد. عشان كده مثلا لما يجي سؤال يقول لك هنا بقى، شوف هنا كارثه بقى. هي دي، عارف حضرتك الراجل اللي كان بيشد، هي دي الرقبه اللي حصل فيها كده. يا خرابي، هي دي بقى دي حصلت في مريضه ده راح عندي وشمال. اه دي عيانه كانت بنوته من الفيوم حصل فيها كده. آه. وكانت طالبه جامعيه، اتشدت دي الفقرات العنقيه اهي، اتشدت فكسرت الفقره، جزء رجع لورا جزء رجع لقدام، ضربت قطعت الحبل الشوكي، عملت اصابه جامده جدا في الحبل الشوكي. اه واخد بال حضرتك؟ دي مجرد هنا ما ماتتش، بس جالها حاجه ما تسمى شلل او خزر رباعي. آه. ايدين ورجلين. اه
وطبعا عملنا لها عمليه ورجعنا الفقره وثبتناها ولها صبر، بس خلاص حصل تلف في جزء في الحبل الشوكي لو اصيب ما بيتصلحش. يعني دي برضو الناس فاهمه ضعف انك مجرد مستمر. ما رحت للدكتور وعمل لك عمليه يبقى لازم كل شيء يرجع لاصله. اصل يا جماعه ده مش توكيل بيغير قطع غيار، دي حادثه، دي ما عندناش قطع غيار الحبل الشوكي. انا عندي الفقرات دلوقتي بنقدر نغير فقره ونثبت فقره ونبدل ونركب غضروف صناعي، لكن الكلام ده كله الكابل على جوه الحبل الشوكي لسه هناك ابحاث كتيره جدا وشغالين عليه، ووصلات عايزين نعملها توصل الاشاره العصبيه من فوق لتحت، واصابات الحبل الشوكي كتيره. انت عارف مصر فيها اكتر من 500,000 بني ادم يعانوا من وسط ال 105 مليون بني ادم، نص مليون يا رب يا رب يعانوا، دي نسبه عاليه جدا من اصابات وشلل رباعي واصابات نتيجه حوادث الطرق واصابات وقوع وسقوط وفي البحر وهو بيستحمى وبينط براسه والكلام ده كله. يعني في ناس كتير بيحصل لهم مشاكل يعني ماساويه جدا اكل العيش، اكل العيش نفسه، اكل العيش طبعا نفسه. وفي ناس احنا طبيعه عندنا، يعني احنا عندنا هنا في مصر او في الوطن العربي المجهود البدني بتاعنا كتير جدا، وفي ناس طبيعه حياتها يعني الراجل المزارع او الفلاح او الراجل العامل جنة. او المهندس اللي واقف في مواقع او اللي بيجري الصبح عشان يلحق المواصلات. عندنا طائفه المعمار دول طائفه طبعا كبيره جدا، كبيره قوي يا باشا. انت عندك 4000 بني ادم في مصر بيعملوا في وظيفه الزراعه، واخد بال حضرتك؟ يعني في الراجل ومراته واسرته وعياله كلهم بيشتغلوا، فطول النهار موطي، طول اليوم موطي في الارض وبيشيل وبيحط. ده كمان لما اجي اتعامل معاه لازم انا الفكر بتاعي كدكتور ده ما عملوش زي بني ادم مرفه وحياته نايم على شيزلونج والدنيا حلوه معاه، لا ما عندوش ده. ده يعني اقصى رفاهيته انه بيركب جرار زراعي او بيركب لا ده جرار الزراعي سوري الحمار وبيروح البيت يا باشا وبيتخبط او توك توك او بتاع. يعني انا مره واحده في حياتي ركبت عربيه نقل لا انساها، لا لا كنت في ثانوي. يعني احنا بنقول لهم يعني يا رب يقدرهم على اللي هم فيه. بس بنقول بقى طالما ان انت عندك مشكله ما تيجي نحلها صح. بنحلها صح ازاي؟ لازم نشخص، نعمل اشعه زي دي اسمها رنين مغناطيسي ثبت ان احنا مثلا عندنا غضروف. الغضروف ده درجات، اول درجتين فيه يجوا بالعلاج هنعالجك. طيب الغضروف كبر شويه ده محتاج ايه؟ تدخل بسيط في عمليات بقى من اول المنظار، نعمل عمليه بالمنظار نشيله او بالتبخير ونبخره ونشيله، او ان احنا ندخل جراحه ميكروسكوبيه جرح صغير من غير ما نثبت، واخد بال حضرتك؟ او نوسع القناه العصبيه، كل ده متاح في مرحله معينه. اللبس والخلط هنا الى ابعد الحدود. في ناس تهيئ لها ان اله الطب في العمود الفقري هو المنظار، ونفسي الناس تفهم الكلام ده مهم قوي. يقول لك بس تهيئ لي ان هو كل الدكتور ما بيعملش حاجه في العمود الفقري يبقى دي حاجه كويسه جدا. نسبه الفشل في جراحات المناظير عاليه جدا 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 في العمود الفقري، محدوديه معينه في العمود الفقري. اصل المناظير في البطن بتنجح لان البطن فيها مسافات واسعه وده نسيج سوفت طري، اقدر احرك المنظار شمال ويمين. المنظار جوه العمود الفقري هنا صعب جدا لانك انت لما بتدخل ما بين الفقرات وعظم، والمسافه اللي في الحركه عندك قليله جدا، وبتتعامل مع عنصر وعضو اللي هو العصب او الحبل الشوكي غير قابل للمس. فالمنظار في حد ذاته ممكن يعور، ممكن يصيب. طيب هو في ناس كثيره جدا دخلوا تحت بند اصل عمل العمليه بالمنظار او جراحه تدخليه بسيطه، ما الكلام ها بيشد بقى اهو، جراحه تدخليه بسيطه وراح عمل العمليه، يكتشف بعد كده ان ما اتعملوش حاجه. لما بيكرر التعب تاني بعد شهر واتنين وتلاته، اصل ممكن وانا جوه العمليه في المنظار ده مجرد ما انا حقنت مخدر او بتاع الموضوع اتحل. العلم تقدم، يعني حتى الناس دول كان بيبقى عندهم هشاشه في العظم فكان يتخاف عليهم من العمليات، ففي درجات من الهشاشه النهارده صنعوا لها حاجه من المسامير والدعامات اللي هتمسك جوه الفقره والعمود الفقري وما تخرجش. يبقى كان المريض اللي عنده زحزحه فقريه والفقره متحركه وسايبه انا اقدر ارجعها له؟ اقدر ارجعها له النهارده، بقى في علم هذا الكلام. طيب هي قصه الناس مش العمليه دلوقتي، قصه هو الجرح قد ايه؟ واخد بال حضرتك؟ ماشي يا سيدي هنصغر لك الجرح نخليه صغير بس مش هنعمل حاجه خالص خالص، ما انا ممكن ما ادخلش خالص ده ابره. طب هو انا من خلال الابره دي هعمل ايه؟ واخد بال حضرتك؟ القصه ان الناس لازم تستوعب ان في حلول، والحلول محتاجه ان احنا نفهمها وندرسها. طيب انا لما تبقى فقره مكسوره ومترحله بهذا الشكل انا محتاج ارجعها، دي انواع من الدعامات، دي بنسميها الدعامات. هو ينفع تركب مسامير من غير ما تركب الدعامه اللي بتمسكهم؟ ما ينفعش. كتير جدا من اللي اشتغلوا مناظير او من المرضى اللي سامعيننا وعمل عمليه بالمنظار يكتشف ان ركب له مسمار من غير ما يركب دعامه. طب ازاي الكلام ده؟
واخد بال حضرتك؟ لانه ما يقدرش او في بيبقى في صعوبه في تركيبه. طب انا قدرت بالمنظار النهارده عن طريق الجراحه الملاحيه ان انا اركب لك دعام تمام، بس هل انا قدرت اعمل توسيع للقناه العصبيه؟ قدرت اسلك مخرج العصب؟ قدرت اشيل قطعه الغضروف المهاجره اللي هي خرجت من مكانها وطلعت فقرتين فوق او فقرتين تحت؟ مش هقدر اعمل الكلام، فبطلع بعد العمليه عندي نفس الالام. طيب احنا هننسى كلمه المنظار والكلام ده واتكلمنا في عمليه جراحيه. طيب الجراحه يقول لك طب ما انا سمعت كلامك بقى وجيت عملت العمليه، يعني خلاص بقى مالكش حجه عندي، لازم اطلع احسن من ما كنت من 20 سنه فاتوا. الحقيقه برضو مش هتبقى كده، لان احنا بنتكلم ان كل حاجه علميا لها نسب نجاح. الجراحه في اعظم مراحلها، كنا زمان بنتكلم في 40-50% دي كانت نعمه، وكنا بنبوس ايدينا وش وظهر ان نص العينين بيتحركوا ونصهم ما كانوش يتحركوا بعد العمليه، دي كانت مرحله. لما تطور الموضوع بعد شويه بقت جراحات ميكروسكوبيه ومناظير وكلام جميل كده، بدات نسب النجاح تعلى ونسب الفشل او الالم بعد العمليه يقل. لكن ما يزال على مستوى العالم، سواء في امريكا في اوروبا في المانيا في اعظم مراكز في العالم، انا بتكلم في نسبه من 10-15% يحصل الام بعد الجراحه، التصاقات بعد الجراحه، ارتجاع للغضروف بعد الجراحه. الكلام ده يعني يكفي انك تعرف ان امريكا سنويا بيتعمل فيها من 300-400 ألف عمليه غضروف مرتجع سنويه. احنا بنتكلم امريكا اله الطب مش كده؟ طيب 300 ألف عمليه في السنه بتتعمل تاني اعاده، مش لاول مره، ده اعاده انك بتعيد العملية تاني بعد ما حصل فيها مضاعفات او في مشاكل. فاحنا لازم يبقى المفهوم عندنا، احنا بنعمل العملية عشان اوصلك لمرحلة انك تبقى في افضل احوالك. الفقرات العنقية دي في المنطقة اللي يقول الخطأ فيها مفيهوش معلش. لا مفيش. الغلطة هنا زي الغلطة في الوش مفيهاش معلش. ليه الفقرات العنقية ايه اختلافها عن الفقرات القطنية؟ الفقرات العنقية هي اولا هم عددهم 7. الرقبة ضعيفة جدا بالنسبة مقارنة بالظهر، يعني احنا في البني آدم اللي قدامنا العادي بنشوف ان الرقبة هي قطرها كده، الظهر هو قطره كده.